يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. إن الله وملائكته
كان يختمه ويدخله الصندوق. الله عليك. فلما مات أبي فتوته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه يبرس الشعر ويتجر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم مصعبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامضى هذه السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولمت سلم موترا من فخره فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا فأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.